ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، لصحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، فصل في إبطال دعوة الرافضي أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة المعصومين. هذا الرافضي الخبيث يقول: الوجه الرابع أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة المعصومين المشهورين بالفضل والعلم والزهد والورع والاشتغال في كل وقت بالعبادة والدعاء وتلاوة القرآن والمداومة على ذلك في زمن من زمن الطفولة إلى آخر العمر، ومنهم من يعلم الناس العلوم ونزل في حقهم: هل أتى على الإنسان حين ناداه لم يكن شيئا مذكورا، وآية الطهارة وإجاب المودة لهم وآية الابتهال وغير ذلك. وكان علي رضي الله عنه يصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة ويتلو القرآن مع شدة ابتلائه بالحروب والجهاد. طبعا هذا هم أصحاب كذب واختلاق وافتراء، وهنا الزعم الذي يزعمونه يقول: أول هؤلاء الأئمة الذين أتكلم على الأئمة المعصومين، حتى الصحابة ما في أحد معصوم فيهم، جميعهم هم أفضل الناس على الإطلاق، ليس فيهم معصوم. يقول: أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل نفس رسول جعل الله نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: وأنفسنا وأنفسكم، وأخاه رسول الله، وزوجه ابنته، وفضله وفضله لا يخفى، وظهرت منه معجزات كثيرة حتى ادعى قوم فيه الربوبية، وقتلهم وصار إلى مقاتلتهم آخرون إلى هذه الغاية كالغلاة والنصيرية. وكان ولدا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة، إمامين بنص النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أزهد الناس وأعلمهم في زمانهم، وجهد في اللاحق جهادي حتى قتل ولبس الحسن الصوف تحت الثياب الفاخرة من غير أن يشعر أحد، وأخذ المسلم والحسين على فخذه وإبراهيم على فخذه الأيسر، فنزل جبريل فقال: إن الله تعالى لم يكن ليجمع لك بينهما، فاختر من شئت منهما. فقال المسلم: إذا مات الحسين بكيت أنا وعلي وفاطمة، وإذا مات إبراهيم بكيت أنا عليه. فاختر موت إبراهيم، فمات بعد 3 أيام، وكان إذا جاء الحسين بعد ذلك يقبله ويقول: أهلا ومرحبا بمن فديته بابن إبراهيم. شوف هنا الكذب والاختلاق والافتراء على ابن أبي طالب وعلى الحسن وعلى الحسين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتورعون حتى في أمر لله جل في علاه. فقوم أمثال هؤلاء قوم فيهم ما فيهم من السوء والكذب والافتراء وهذا الكذب كيف يفيدهم عند الله جل في علاه؟ كيف يفيدهم عند الله جل في علاه؟ علي بن أبي طالب نعم من خير عباد الله وخير الصحابة أجمعين، وهو فضله فضل ترتيب الخلافة، فضله بإجماع المهاجرين والأنصار أن فضله على فضل ترتيب أهل الخلافة، فخير الأمة بعد نبيها وبوكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد الأنبياء والمرسلين بأفضل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق هو أفضل هذه الأمة وخير هذه الأمة على الإطلاق رضي الله عنك يا سارة، أحسن الله عليك. فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه على الأمة مشهود ومعلوم، وهو خير الأمة على الإطلاق بعدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم عثمان بن عفان كما قال ابن عمر رضي الله عنه، كنا نفاضل بين الصحابة فنقول أبو بكر عمر عثمان، فهذا تفضيل الصحابة رضي الله عليهم وهو على الترتيب. وعلي بن أبي طالب كما قلنا بعد ذلك ختم النبي صلى الله عليه وسلم وأسد الإسلام وأبو السبطين وأيضا زوج سيدة نساء العالمين، وفضائله كثيرة، لكنهم كما قلت يفترون الكذب ويقولون له معجزات وأنه خير الأمة بعد نبيها. لا، ليس كذلك، وقد كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا على ابراهيم وعلى الحسين، وانه اخذ الحمد لله ابراهيم على يمينه فخذ الايمن على الحسين على فخذ الايمن وابراهيم على فخذ الايسر، وجاء جبريل يخيره بينهما فقال: ابراهيم ابكي انا عليه وحدي، واما الحسين يبكي علي وفاطمه وانا. فانظر الى الكذب الصراح، ولما يقابل حسين يقول له: أنت الذي افتديتك بابن إبراهيم، هذا كذب صراح. ولذلك خير هذه الأمة بعد نبيها هو النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالإجماع،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب اكتب لكم لا يقول احد انا احق من ابي بكر، لا يأبى الله ويأبى المؤمنون الا ابا بكر. يقول هذا المخرف الرافضي الخبيث: وكان علي بن الحسين زين العابدين يصوم نهاره ويقوم ليله ويتلو الكتاب العزيز ويصلي كل يوم وليله 1000 ركعه ويدعو كل ركعتين بالاداء المنقول عنه عن ابائه، ثم يرمي الصحيفه كالمتذجر ويقول ان لي بعباده علي رضي الله عنه وارضاه. يعني الكلام هنا فيه غلو وغلو في الاشخاص وتعظيم الاشخاص بالكذب والتصاق بهم عبادات لم ياتوا بها. وكان بكثير حتى الدموع من لحم خديه وسرد حتى سمي دث فنان، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العابدين. وكان قد حج هشام بن عبد الملك فاجتهد ان يستلم الحجر فلم يمكنه من الزحام، فجاء زيد بن العابدين فجاء زين العابدين فوقف الناس له وتنحوا عن الحجر حتى استلموا ما يبقى عند الحجر سواه. فقال هشام بن عبد الملك: من هذا؟ فقال الفرزدق. فقال الفرزدق وذكر ابيات الشعر المشهوره، فبعث عليه الامام زين العابدين ب1000 دينار فردها وقال: انما قلت هذا غضبا لله ولرسوله فما اخذ عليه اجرا. فقال علي بن حسين: نحن اهل بيت لا يعود الينا ما خرج منا. فقبلها الفرزدق. يقول: وكان ابن محمد الباقر ايضا اعظم الناس زهدا وعباده، بقر السجود جبهته، وكان اعلم اهل وقته، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقر. وكل ذلك كذب، ولم يرد عن السلام في ذلك ولا اشاره ولا عباره ولا 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 حديث ولا اثر ولا شيء من ذلك بحال من الاحوال. قال: وكان ابن الصادق افضل اهل زماني واعبدهم. قال علماء السيره انه اشتغل بالعباده عن طلب الرئاسه. وقال عمر بن عبد المقدام: كنت اذا نظرت الى جعفر بن محمد الصادق علمت انه من سلاله النبيين، وهو الذي نشر فقه الاماميه والمعارف الحقيقيه والعقائد اليقينيه، وكان لا يخبر بامر الا وقع به، وبه سموه الصادق الامين. يقول: وكان عبد الله بن الحسن جمع اكابر العلويين للبيعه لولديه، فقال الصادق: هذا الامر لا يتم. فاغتاظ من ذلك، فقال انه لصاحب القباء الاصفر، واشار بذلك الى المنصور. فلما سمع المنصور بذلك فرح لعلمه بوقوع ما يخبر به، وعلم ان الامر يصل اليه. ولما هرب كان يقول: اين قول صادقهم؟ وذلك انتهى الامر اليه. وذكروا بعض الحكايات التي كما قلنا امتلأت بالكذب والزور. وحقيقه الامر بأن خير هؤلاء الأئمة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، خير الأمة بعد نبيها، وقال عبد الرحمن بن عوف: ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. ثم عمر الخطاب أسد الإسلام. عمر الخطاب هو الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، العبقري الفاروق. ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. ومع ذلك الجميع لا يقال فيهم والجميع لا يقال فيهم ما قيل ما يقال في هذا الباب. الجميع ليسوا معصومين، ما فيش حد معصوم. الجميع لا يقال فيهم انهم من المعصومين، لا، هم ليسوا معصومين. اجاب عنه الامام العلم ابن تيمية من وجوه. قال: والجواب عنه من وجوه. احد هذه الوجوه ان يقال: لا نسلم ان الامامية اخذوا مذهبهم عن اهل البيت، لا الاثنى عشرية ولا عن غيرهم، بل هم مخالفون علي بن ابي طالب وأئمة البيت في جميع اصولهم التي فارقوا فيها اهل السنة والجماعة. توحيدهم وعدلهم وامامتهم فان ثابت عن علي بن ابي طالب وأئمة اهل البيت من اثبات الصفات لله جل في علاه، وهم لا يفعلون ذلك، هم كالمعتزلة ينفون الصفات. شوف، علي بن ابي طالب وأهل البيت اثبات الصفات واثبات القدر واثبات خلافة الخلفاء الثلاثة، بل علي بن ابي طالب اقر بفضل ابي بكر عليه، وقال بان ابا بكر هو خير هذه الامه، وقال عمر بعده هو خير هذه الامه. واثبات فضيله ابي بكر وعمر وغير من المسائل باسرها يناقض مذهب الرافضه، والنقل بذلك ثابت مستفيض في كتب اهل العلم، بحيث ان معرفه المنقول في هذا الباب عن همة اهل البيت يوجب علما ضروريا بان الرافضه مخالفون لهم لا موافقون لهم، هذا الأول. والثاني أن يقال: قد علم أن الشيعة مختلفون اختلافا كثيرا في مسائل الإمامة والصفات والقدر وغير ذلك من مسائل أصول الدين، فأي قول لهم هو المأخوذ عن الأئمة المعصومين. حتى مسائل الإمامة عرف باضطرارهم فيها، وأنهم مضطربون أيضا في مسألة الإمامة. وقد تقدم بعضهم اختلاف بعض اختلافهم في النص وفي المنتظر
فهم في الباقي المنتظر على أقوال منهم من يقول ببقاء جعفر بن محمد، ومنهم يقول ببقاء ابن موسى ابن جعفر، ومنهم من يقول ببقاء محمد بن عبد الله بن الحسن، ومنهم من يقول ببقاء محمد. يعني أصلا كل ذلك في اختلاف من الباقي، من الباقي. واختلفوا أيضا الذي يبقى هو محمد ابن الحنفية، وهؤلاء يقولون نص علي ابن علي الحسين، وهؤلاء يقولون على محمد ابن الحنفية، وهؤلاء يقولون أن أوصى علي بن حسين إلى ابنه أبي جعفر، وهؤلاء يقولون أيضا إلى ابنه عبد الله، وهؤلاء يقولون أوصى إلى محمد بن عبد الله بن الحسن. اختلافات كثيرة جدا فيها، ولا يسقون النص إلى بني عبيد بن الله إن ميمون قد دح الحاكم وشيعته، ولا يسقون النص من بني هاشم إلى بني العباس، وامتنع أن تكون هذه الأقوال المتناقضة مأخوذة عن المعصوم. كيف أكون معصوما والخلافات هذه كالبحر، خلافات تامة في هذا الباب. فهو يقول لهم لو كانوا معصومين كما تقولون ما كان فيهم هذا الخلاف والاضطراب العظيم. بمن نأخذ إن قلت بأنكم خصتوا العلم عن معصوم عن الأئمة المعصومين ولا اختلاف ذلك. الوجه الثالث أن يقال هب أن عليا كان معصوما، وعلي طبعا لا ما كان معصوما، وما أحد من الصحابة حتى الذي هو أفضل منهم ما كان معصوما. فإذا كان اختلاف بين الشيعة هذا الاختلاف، هم متنازعون أصلا هذا التنازع، فمن أين يعلم صحة بعض هذه الأقوال عن علي دون الآخر؟ وجدنا اختلافات كثيرة. طب أي قول من هذه الأقوال أخذ بها علي؟ أي قول من هذه الأقوال تكلم بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه برضه؟ ولا نصل ولا نستقر على علاقة منهاج السنة شيخ الإسلام تيمية. هذا كله على تقدير عصمة علي بن أبي طالب، والأصل أن علي بن أبي طالب ليس معصوما، وأن علي بن أبي طالب يجتهد فيخطئ، وأن علي بن أبي طالب كغيره من الصحابة الكرام له الفضل وله الإحسان والبر، لكنه ليس ملكا وليس معصوما. الوجه الرابع أنهم في مذاهب محتاجون إلى مقدمتين، إحداهما عصمة من يضيفون المذهب إليه من الأئمة، الثاني ثبوت ذلك النقل عن الإمام. وكلتا المقدمتين باطلة، فإن المسيح ليس بإله بل هو رسول كريم، وبتقدير أن يكون إلها أو رسولا كريما فقوله حق، لكن ما تقوله النصارى ليس من قوله. ولهذا كان في علي بن أبي طالب شبه من المسيح، قوم فيه غلو فوق قدره، وقالوا به بأنه ربنا وله، وأن علي بن أبي طالب يتحكم في ذرات الكون، وأن علي بن أبي طالب يعلم الغيب، وأن علي بن أبي طالب يدخل من يشاء الجنة ولا ويعني يدخل من يشاء الجنة وأيضا يخرج من يشاء من الجنة. وقوم نقصوا دون قدره فهم كاليهود، هؤلاء يقولون عن المسيح إله، وهؤلاء يقولون ولد بغي، استغفر الله أعوذ بالله. كذلك هؤلاء يقولون أنه إله، وهؤلاء يقولون أنه كافر ظالم، الذين قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والوجه الخامس في الرد عليهم أن يقال قد ثبت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، والحسن والحسين وعلي بن حسين وابن محمد وجعفر بن محمد من المناقب والفضائل ما لم يذكره هذا المصنف. نعم ثبتت لهم مناقب كثيرة، لكنه ذكر عليهم أشياء كذب وافتراء يحسب أنه بذلك يرفع من شأنهم، مثل قوله في حقهم نزل أتى الإنسان حين من الدليل ما يكون شأن مذكور. وهذه الآية مكية باتفاق العلماء، وعلي إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة، ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر، وولد له الحسن في السنة الثالثة من الهجرة، والحسين في السنة الرابعة من الهجرة بعد نزول هل أتى بسنين، فكيف يقول أنها نزلت فيه؟ فقول القائل أنها نزلت فيه من الكذب لا يخفى على من له علم بالنزول، بسبب أسباب نزول الآيات ووقت نزول الآيات. وأما آيات الطهارة فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس عنهم، وإنما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم وذهاب الرجس عنهم، في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كقول تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالإرادة هنا متضمنة الأمر والمحبة والرضا، وليست هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد. فرق بين الإنشاء وبين ما يكون قضاه الله جل في علاه كونا وقضاه شرعا أو أمر به شرعا أو استحبه شرعا، فإنه لو كان كذلك لكان قد طهر كل من أراد طهارته. هذا على قول هؤلاء القدرية الشيعة أوجه، فإن عندهم أن الله يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، وهذا عجيب. استغفر الله أستاذ أحمد،
فضلك وأدبك وعلمك الجميل. قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذا كان بفعل المأمورة المحظور كان ذلك متعلقا بإرادتهم وأفعالهم أن يأتوا ما أحب الله جل ويدعوا ويذروا ما نهى الله عنه وزجر. فإن فعلوا ما فعلوا ما أمروا طهروا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالأمر لكم. لما يوسف لما الله يهديك لما لا ما أسمح لك لكن لما. أما الرافضة وانظر أنت أصلا بفعلك تتطهر. كلما كان سهم الإيمان يعلو كلما كانت نقاء القلب وصفاء القلب وطهارة البدن أعلى وأعلى. أما الرافضة ماذا يقولون؟ الرافضة يقولون إن الله لا يخلق أفعال العباد ولا يقدر على تطهيرهم وإذهاب الرجس عنهم. وأما المذنون القدر الجبرية يقولون أن الله قادر على ذلك فتألهمهم فعل ما أمر وترك ما حضر حصلت طهارة ذهب الرجس. ومما يبين أن هذا مما أمر به لا مما أخبره بوقوعه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدار الكساء على علي وفاطمة وحسن وحسين ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهذا ضد ما قاله الرافضة يعني في هذا الباب. أولا أنه دعا لهم بذلك وهذا دليل أن الآية لم تخبر بوقوع التطهير. دعا لهم بذلك أنهم يوفقوا لفعل ما يكون به التطهير. الثاني أن هذا دل على أن الله قادر على إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم وذلك دل على أنه خالق أفعال العباد. هم يقولون بأن الله لم يخلق أفعال العباد ينكرون ذلك. فهذه أصلا الأخذ من هذا على المعتزلة أنهم على منهج المعتزلة في الأسماء والصفات والقدر وغير ذلك. وحقيقة الأمر أنت لو قرأت الآية وقلنا بأن الآية لها سياق سباق ولحاق والسباق واللحاق من المفسرات لو قرأت الآية كلية ستعلم أن الأمر أن مسألة التطهير على الأمر والنهي إذا فعلوا حصل التطهير وإلا لم يحدث. نعم. قال تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكم قال ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول وقلن قولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يطلع في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وهذه فيها دلالة من أدل الدلالة على أن أزواج النبي من أهل بيته. هذه الآيات من أدل الدلالة على أن أزواج النبي من أهل بيته. شوف قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ففي دلالات واضحة جدا على أن الفعل هو الذي يرتقي به المرء ويطهر وأن هناك أمر ونهي ومحذور ومباح وعلى المرء أن يسير في السير الذي يرضي الله عنه وأنه يأتمر بأمر الله جل في علاه وينزجر عن نهي الله جل في علاه. ويدل أيضا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته فهن المخاطبن بذلك مع المخاطبات بذلك. قال ليذهب عنكم رجس أهل البيت والسياق والحق كله في الكلام على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله ليذهب عنكم رجس أهل البيت أزواج النبي وعم أيضا وعلي وفاطمة وحسن وحسين وهؤلاء خصوا بكونهم من أهل البيت بالأولى من أزواجه. قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قال إلا أن تودوا ذوي قربة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس عجلت إنه لم يكن بطن من قريش إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لرسول الله منهم قرابة. فقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني في القرابة التي بيني وبينكم إلا أن تودوني في القرابة التي بيني وبينكم. وفي قول تعالى فابن عباس كان من كبار أهل البيت ومن أعلمهم بالتفسير وهذا تفسيره الثابت عنه ويدل على ذلك أنه لم يقل إلا المودة لذوي القرب ولكن قال إلا المودة في القربة.
ألا ترى أنه لما أراد ذوي القربى قالوا اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول وذوي القربى واليتامى والمساكين. ولو قال مودة في ذوي القربى وإنما قال مودة لذوي القربى فكيف قد قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يعني القربى التي بيننا وبينكم تكون فيها المودة. وبين ذلك أن الرسول لا يسأل أجرا أصلا، إنما أجره على الله وعلى المسلمين موالاة أهل البيت، لكن بأدلة أخرى غير هذه الآية، وليست موالتنا لأهل البيت من أجل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. وهذه الآية مكية، لم يكن علي بعد قد تزوج بفاطمة ولا ولد له أولاد. سبحان الله. أما آية الابتهال ففي الصحيح أنها لما نزلت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد علي وفاطمة وحسن وحسين يباهل بهم، لكن خصهم بذلك لأنهم كانوا أقرب إليه من غيره، كانوا هم أولى بالقرابة من أزواجه أيضا. لذلك قال هنا ضاع في هذا الباب أمهات المؤمنين لا تجوز عليهم الصدقة، أعوذ بالله، لا لهم الفي، كيف يكون عليهم الصدقة؟ فهذا لا تدل على كمال اتصالهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك حديث الكساء، ولكن لا يقتضي أن يكون الواحد منهم أفضل من سائر المؤمنين ولا أعلم منهم، لأن الفضيلة بكمال الإيمان والتقوى. نعم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد ثبت أن الصديق كان أتقى الأمة بالكتاب والسنة، وتواتر ذلك عن السلام وقال لو كنت متخذا خليلا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والله تعالى قد مدح أبا بكر وقال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة ترزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. وأما ما نقل عن ابن أبي طالب أنه كان يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة فهذا يدل على جهله بالفضيلة وجهله بالواقع. هذا ليس فضيلة وليس الأمر أصلا على مثل ذلك يكون الارتقاء. أما أولا فلأن هذه ليست فضيلة، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد عن 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان، وإذا كان يكون ب13 ركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فأفضل العبادات ما كانت موافقة لفعل سيد الأنبياء والمرسلين. والله المستعان، الحمد لله. وأيضا إن علي بن أبي طالب كان أفضل خلق بعد رسول الله دعوة مجردة ينازع فيها جمهور المسلمين، بل أنا أقول لهم قد ثبت أن علي بن أبي طالب في ليلة نام ولم يصلي قيام الليل ومعهم فاطمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم تصلي من الليل؟ قال أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثها وإن شاء قبضها. فأخذ الإنسان يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقوله جعله الله نفس رسول الله وأنفسنا أنفسكم وأخاه، فأما حديث المؤخاة حديث باطل موضوع، حديث موضوع. فإن النبي لم يؤخ أحدا، ولا أخ بين المهاجرين بعضهم مع بعض، ولا بين الأنصار بعضهم مع بعض، ولكن أخ بين المهاجرين والأنصار كما أخ بين سعد بن ربيعة وعبد الرحمن بن عوف، وأخ بين سليمان الفارسي وأبي الدرداء. وأما قول أنفسنا وأنفسكم فهذا مثل ما قول لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا. أما تزويج فاطمة لعلي بن أبي طالب، نعم، تقدم لها أبو بكر فرفض، تقدم عمر فرفض، وقال أمرني ربي أن أزوجها لعلي بن أبي طالب. طب هو زوج ابنتيه أيضا لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فلو قلنا الفضيلة لعلي بن أبي طالب بأن تزوج فاطمة، تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، يعني هنا يفوق في الفضل، ولذلك قالوا ذو النورين، ذاك سمي ذو النورين. وكذلك تزوجه بنت أبي بكر وبنت عمر، فتزوجه هو صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر وبنت عمر فضيلة لهما. فالخلفاء الأربعة أصهاره صلى الله عليه وسلم، وهذه فضيلة أعظم فضيلة. قوله وظهرت منه معجزات كثيرة، فكأنه يسمي كرامات الأولياء معجزات. تكون معجزات ليه؟ نعم، تكون معجزات للنبي، لكن هي كرامات للولي. يقول هذه المعجزات اضطرت الناس أن يعني تدعو بالربوبية. هذا ما فإن المعجزات كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت للخليل، وكانت لموسى، وكانت لعيسى، كثيرة جدا، وما أحد ادعى في الإلهية. يعني معجزات محمد صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من معجزات عيسى، ولم يدعي فيما ادعى في عيسى بالإلهية. فليست الكرامات التي كانت على يد علي بن أبي طالب تدعو الناس إلى أن يكون ربا أو إلها، وأيضا أن يدعى له بالعصمة أو يقال بأنه معصوم. وحقيقة الأمر أنه ليس معصوما، الحسن ليس معصوما، والحسين ليس معصوما، والأئمة ليسوا معصومين، وما في أحد معصوم، حتى أبو بكر الذي هو أفضل بنص الحديث،
أفضل الأمة بعد نبيها باتفاق وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما كان معصوما. وقد قال له سلم في تأويل الرؤيا قال أصبت بعضا واخطأت بعضا، فكذب صاحب هذا الرافضي الخبيث عندما قال ناخذ علومنا من الائمه المعصومين، وذكر علي بن ابي طالب رضي الله عنه، واتى بعبادات عجيبه لم ياتي بها علي بن ابي طالب، لكن كذب على علي بن ابي طالب رضي الله عنه. واما قوله ان علي بن ابي طالب معصوم ليس معصوما، واما قوله ايضا بان له معجزات فلذلك ادعوا له الربوبيه بهذه المعجزات، هي كرامات ليست معجزات، ومعجزات الأنبياء كثيرة جدا وما يدعي أحد الإلهية فيهم. فالغرض المقصود أنه كذب في قوله أننا نأخذ العلم عن المعصومين، وذكر كثير من الافتراءات والكذب والاختلاقات من أجل أن يقول بأن علم أبو طالب هو أفضل الصحابة وأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ بين. وأما المؤاخاة التي ادعاها، كل أحاديث المؤاخاة كلها أحاديث ضعيفة لم تصح بحال ومن الأحوال. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم.